وليداتي يا بنياتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالنا. اليوم عندنا واحد الشهيوة زوينة ديال السردين. فنحتاجو نص كيلو السردين، قزبر ومعدنوس، التومة وسكينجبير، مطيشة، فلفلة حارة، فلفلة حلوة، البصلة، واحد خيزوة، واحد بطاطا، واحد الحامضة، ومطيشة، وقزبر وقزبر يابس، هريسة، تحميرة حمراء، والملح، شوية زيت الزيتون، سكينجبير والتومة، قزبر ومعدنوس. بسم الله توكلنا على الله. الكمية ديال زوينة ديال قزبر ومعدنوس. الهريسة، شوية الهريسة. عندنا الوليدات، تحميرة، فلفل أحمر، سكينجبير و البزار و الكمون و شوية القرفة، مخلطين. بسم الله، هذا نخلطو مزيان. شوية الملحة على حسب الذوق، نخلطو مزيان باش العناصر ينسجم مع بعضها بعض. السردين راه زوين، السردين فيه الفيتامينات زوين، السردين فيه زوين، السردين غني بالفيتامينات. نديرو الوليدات راه مزيان ليهم. طبعا عمرو السردين ديالنا بعد ما حيت شو كيفاش نظفتو، حيت ليه السنسول وحيت ليه كلشي، العظومه كلشي، ودوك العظومه اللي يكونوا خارجين. دابا غنعمروه، ديروا لي الحشوه ديالو وندوبلوه. بسم الله، بحال هكا غنديرو واحد طويجين ديال السردين ان شاء الله في هذا الفطور. طويجين السردين، عمرو السردين ديالنا. السردين زوين، نديروه كوارين، نديروه منه بزاف الحاجات، نشويه ونقليه ونديرو به اي حاجة. شوية زيت الزيتون، بسم الله توكلنا على الله. بسم الله، زيت الزيتون، غنقليو البطاطا ديالنا، نقليوها ان شاء الله. ندخل علينا ونخرجوهم.
معايا كما شفتوا زوينه لذيذه حمراء شويه تولي مذهبه. باش الصيله ديالنا هي شحرات اللي بحال هكا تجينا زوينه هذا دابا غنزيدو مطيشه مقطعه بحال هذا الشكل صغيره ان شاء الله نديرو الصلصه ديالنا مطيشه. هنا الفلفله الحلوه هي شويناها وقطعناها هي على هذا الشكل صغيره. هذا ما تبقى لنا من العماره ديال الحشوه ديال السردينه كتبرو معدنوس في كلشي دابا خليوها تتعقد. دابا نزيدو عليها خيزو ديالنا قطعناه على هاد الشكل باش غنديروه في مقاع ديال الطاجين قطعناه على هاد الشكل باش ما يلصقش لينا السردين. دابا غنغطيوها نخليوها تتعقد تتعقد مزيان. ديما تتعقد لينا شويه كما شفتوا هي شوف غادي نديرها هكا ان شاء الله عاد باش نقادو هاد الطاجين. طيب خيزو يطيب كلشي غنقصو عليها العافيه ونخليها تشرب شويه بشويه كتجينا عاقده وزوينه. خليك معايا الصلصه ديالنا كيفاش ولات ولات عاقده وزوينه. خيزو غنديرو في قاع الطاجين الشوكه كبير غنديرو في قاع الطاجين باش ما تلصقش لينا الصلصه خلينا ان شاء الله الى نقادو الطاجين. خليك معايا دابا درنا خيزو الجزر لتحت دابا غنديرو الصلصه ديالنا بسم الله. فرشة ديال الصلصة بسم الله. دابا نديرو بطاطا ديالنا اللي قلينا نديروها الفوق حتى هي مقلية تساعدها طيب. ويجينا ديالنا ان شاء الله الفطور ماشي ديما ديما نوعو شوية. دابا نديرو السردين ديالنا بسم الله توكلنا على الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صلى الله على سيدنا محمد. دابا نديرو الحويضه ديالنا بسم الله كيفاش زويونين تبارك الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. الطويجينه ديالنا جاهزه ان شاء الله واحد الفليفله حاره نديروها على الفوق على الوليدات. يوم بقى لينا ان شاء الله الى نغطيوه ونخليوه يطيب. الطاجين ديالنا هو جاهز كما شفتوا زوين لذيذ جربوه وغد كيف تشوفوا كيفاش غادي كيفاش داير زوين لذيذ زوين وسخوي او سخيخن هو سخيخن بصحتكم وبراحتكم الله ينفعكم به الله ينفعكم به والله يسر عليكم الله يعاونكم وديروا لي لايك وشجعوني باش ان شاء الله نديروا الجديد ان شاء الله. والحمد لله صبت لينا الشتا الحمد لله ربي من علينا بالمطر اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر وبارك عواشركم وتعيدوا تعودوا ان شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم الله يسهل عليكم كل عام انتم بخير كل عام انتم بخير الله يعاونكم الله يسهل عليكم. السلام عليكم.